ألفريدو هو شاب طيب وغير قادر على إفساد أحد. فما يحدث هو أنك أصبحت تشكين بكل شيء جديد. ألفريدو هو الشر بنفسه ووحده في هذا المنزل يؤذي الجميع إسولينا، وخصوصا الآن بعدما أتى بشقيقته التي لا أعرفها بصراحة. أسكت أجديتا، أظن أنهم وصلوا. أنا لا أسكت إسولينا، يجب أن نشير إلى الخاطئ بإصبعنا ونتهمه لكي يسلك الطريق الصحيح أو لكي يبتعد عنا هو وشره. ماما خالتي، انظروا كم من الأشياء اشترت بيرلا. النقود فقط لشراء الكماليات، ثم لا أدري من أين تأتي بها هذه الصغيرة، لأني أنا بصراحة لا أفهمها. لا جديتا، كذلك بالنقود نستطيع أن ندفع ثمن الطعام والكهرباء والتليفون وحتى ثمن الخيطان التي تستعملينها لتطرز الشراشف. لنرى ماذا اشتريت. اشتريت هدايا للجميع. صحيح، هذه لك إسولينا. ماذا يا ترى؟ وهذه لك أجديتا. أجديتا، إن الفتاة تعطيك هديتك. أنا لا أحد يشتريني بالهدايا، فضيلتي هي فوق كل هذه السخافات. أجديتا، اعذريها، فأنت تعرفين كيف هي. سأخذها لها، هاتها. انتظري أجديتا. أنا لم أقصد إغضابها. لا تكترثي للأمر، تعلمين كيف هي خالتي. بالنسبة لها كل شيء خطيئة، إنها متعصبة. انسي الأمر. أجل، لكن في مطلق الأحوال لا أريد أن تظن سوءا بشأن هديتي. سأذهب وأكلمها. الخالة كل يوم تزداد جنونا، يجب عليك أنت أن تكلمها. سأفعل. أنا أيضا بدأت تقلقني. انظري إلى ردة فعلها بسبب هدية بيرلا. المسكينة قامت بكل لطافة بشراء الهدايا للجميع، وانظري كيف تصرفت. يا للعار. أنت مهتم كثيرا ببيرلا. هي أيضا اشترت لك شيئا، لكنها تريد أن تعطيك إياه شخصيا. أجل، المهم ليست الهدية إنما المبادرة. طبعا أفهمك. ماذا تفهمين ماري لوسا؟ ماذا تقصدين؟ لا يجب أن تخفي شيئا عني خوان بابلو. أعرف ما بينك وبينها، هي أخبرتني كل شيء. أخبار سيئة سيدتي. ما الأمر؟ أنطونيو إنفانتي رفض أن يعطيني الوصية. كيف؟ غير معقول، كان عليك أن تجبره على ذلك. حاولت سيدتي لكن دون جدوى. لكن رجل... ألفريدو، لقد ضغطت عليه، كنت قاسيا معه، أجبرته وحاولت إخافته لكن دون جدوى. هذا الرجل تصرف بجنون ولم أنجح في أخذها منه سيدتي. ألفريدو، تستطيع إجباره على تسليمها. لا لويزا، لا أستطيع. علي أن أقتله لأن تزع هذه الوثيقة من بين يديه. قانونيا وكمحام لي. قانونيا لا أمل سيدتي، لأن أنطونيو إنفانتي يملك التوكيل الذي يخوله الإبقاء على هذه الوثيقة معه. من أين أتى به؟ إنه توكيل من أخيك إسكير. لابد أنه مزاح، لا بل تزوير. لسوء الحظ لا سيدتي، طلبت من إنفانتي أن يبرز التوكيل، رأيت التوقيع بعيني. بالإضافة، وهذا بيني وبينك، لن ننكر أن أنطونيو إنفانتي هو شريف للغاية ولا يقوم بتزوير وثائق. كان هذا السبب الأساسي الذي دفعك لإزاحته وتعيين مكانه، أليس صحيحا؟ لا أصدق أننا لن نحصل على هذه الوثيقة. هذا ليس الأسوأ سيدتي، أظن أن لديه الآن ترتيبا ما لتحصل تلك الشابة ودالوبي على شيء من الميراث. علينا أن نقرأ الوثيقة مهما كلف الأمر. أنطونيو، أنت غياب، عندها أستطيع أن أفعل شيئا. المكتب مألوف لدي منذ أن كنت أعمل هناك. في البدء كان إنفانتي يحول لي كل الأمور العائلية، هل تذكرين؟
يمكن أن أستعمل حجة ما مع سكرتيرته لكي أدخل، إنما لا أستطيع أن أجازف بالأمر، لربما يصل دون إنذار ويكتشفني. الحل هو أن يسافر لبضعة أيام. هل تجرؤ ألفريدو؟ بالطبع سيدتي بالطبع، تعرفين جيدا أنه لا شيء يوقفني. الدخول إلى المكتب ليس المشكلة، المشكلة هي أني لا أملك مفتاح الأرشيف حيث يحتفظ بالوثائق. ستحصل علي، أنا سأهتم بأن تكون الظروف ملائمة ألفريدو، وسأجلب لك المفتاح. كيف؟ لا تهتم، إنفانتي لن يكون عائقا أمامي. تعلمت أن أبعد عن طريقي أشخاصا أكثر سلطة. أنت ستحصل على مفتاح الأرشيف، وإذا أنطونيو إنفانتي تدخل، عندها يصبح عائقا خطيرا أمام مخططاتي، فليتحمل النتائج. ماذا تنوين أن تفعل لويزا؟ لا عليك، أنت لا تهتم، اترك لي هذه المشكلة. ما تريد أنت هو مفتاح الأرشيف وستأخذه. كف عن طرح الأسئلة. يجب أن أعرف سيدتي، لأنني لا أريد التورط في أمور تستطيع أن تؤثر سلبا على سمعتي. ما الذي تقوله؟ ومن يهمه سمعة إنسان مجهول مثلك ألفريدو؟ إن كنت شيئا فبفضلي أنا، أنا من دعمك في مهنتك هذه، سمحت لك بأن تظهر إلى جانبي، وأعطيتك فرصة لتصبح اسما في عالم الأعمال. إنك بفضلي لم تعد محاميا معدما دون مستقبل، لهذا لا تتحدث عن قصص السمعة واشكرني لأنني أدخلتك في مشاريعي. هذا مفهوم؟ أجل سيدتي. تعجبني، أريد من كل الذين هم حولي أن يفهموا للمرة الأخيرة أنني أنا التي أعطي الأوامر، وليس لديهم خيار إلا الخضوع لرغبتي. هكذا يكون الجميع أكثر سعادة. طبعا سيدتي. هنا الكل يفعل ما أريده أنا، بما فيهم أنطونيو إنفانتي. الآن لا يوجد إسكيال ليحميه مني، أنا هنا الوحيدة المسيطرة على هذا المنزل وعلى حياة كل من يدور حولي. كانت هي غوادالوبي هي من مزق صورة السيد إزيكييل. هذه الفتاة عرفتها منذ رأيتها ناكرة للجميل. هكذا ترد لكم الجميل الذي قدمتموه لها باستقبالكم لها في هذا البيت، أليس صحيحا سيدتي؟ سيرة، كيف تقولين هذا؟ متأكدة من أن غوادالوبي مزقتها؟ ما تقولينه اتهام خطير. حسنا، متأكدة لا، لا نستطيع التأكد سوى من الموت سيد كارلوس. إن لم تكوني متأكدة فكيف تتهمين هذه الشابة؟ ربما أنت لست عادلة معها. من الأفضل أن لا نتكلم عن العدل كارلوس. هذا ما أقوله أيضا. أنت لن تقولي شيئا، أنت تسكتين وتهتمين بالتنظيف الذي يحتاجه هذا البيت. لكن سيدة لويزا، ألا يهمك أبدا ماذا فعلوا بصورة أخيك؟ هذا يهمني وحدي، وأنت لا تتدخلي بأشياء لا تعنيك. أعذريني، كنت أريد المساعدة. لست بحاجة إلى مساعدتك، اذهبي ولا تعودي لمقاطعتي بتفاهاتك. حاضر سيدتي، عذرا. على كل، إن مزق صورة إسكال فلماذا سيرة تهمت غوادالوبي؟ لا تذكر أمامي تلك الحقيرة، انظر إلى كل المشاكل التي أعانيها بسببها. غوادالوبي سانتوس تسبب لي المتاعب والمشاكل، وأصرت غوادالوبي على أليخاندرو حتى ذهب معها. لا أفهم هذه الصداقة، يتحدثان كأنهما يعرفان بعضهما منذ زمن بعيد. ديانا أنا أكلمك. دانييلا اسمعي، ماذا يجري؟ ماذا؟ إنني لا أفهم الصداقة بين أليخاندرو وتلك العرجاء. وأنا أيضا لا أفهمها. ذهبا معا، أخذها هو بسيارته.
ربما يريد أن يعالج لها ساقها. أظن أنه يجب أن يعالج وقحتها، لأنها رغم وجهها البريء فهي عدوة لدودة. أليخاندرو هو أيضا يلعب دور الطيب، لكن أنا أعرف كل شيء. ماذا جرى لك؟ لماذا غضبت مني؟ لماذا رميتني بهذا؟ لا بأس، لا تقولي شيئا. تلبية لطلب ماما، نبقى مسجونتين. ديانا، تسمحين لي بأن أرى الألبوم الذي عندك؟ أجل دانييلا، افعلي ما تريدين. شكرا. ألو، أجل أهلا. طبعا صحيح. لما في ذلك المكان؟ حسنا لا تهتم، أجل سأذهب. باي. من اتصل؟ لا دخل لك. إلى أين تذهبين؟ وليس بالأسود؟ ليس بالأسود؟ ماذا ستفعلين؟ ماما لن تدعك تخرجين. سيدتي، تعرفينني جيدا، تعرفين أنني أحب شرب القهوة كل ساعة، فأنت لا تنتظرين طلبها. إنها سنوات عديدة قضيتها في هذا البيت، حياة بكاملها سيدة لويزا. صحيح. هناك شاي أدلميرا؟ عفوا، لماذا تقفين أمامك الصنم؟ أسألك هل هناك شيء؟ هناك مشكلة؟ حسنا، المشكلة لا، الحقيقة أني أريد التحدث معك. تكلمي بسرعة، ليس لدي وقت كثير. الظاهر أن كل الخدم يريدون التحدث إلي. ما أردت قوله. حسنا، في الحقيقة السيد إسكيال رحمه الله منذ مدة كان قد وعد بمساعدتي على حل مشكلة لدي، و المال، أليس هذا ما تريدين؟ والآن بعد موت إسكيال أتيتي لتقولي لي إنه كان وعدك بزيادة دخلك. من فضلك أدلميرا، أنا لست غبية. لا، ليس الأمر هكذا، لا، ليس له علاقة بالمال سيدتي، مع أنه من ناحية ثانية أنا لم آتي لأطلب منك زيادة في دخلي. أنا لا أريد شيئا خاصا لي، بل لفيوليتا ابنتي. وما هو الذي تريدينه؟ أوضحي. أن تكمل دراستها سيدة لويزا. السيد إسكيال كان وعدني بأن لا تبقى خادمة في هذا المنزل. لقد وعدني بأن يدفع لفيوليتا مصاريف دراستها في الجامعة، لهذا أنا أمامك هنا لأطلب منك أن تفي بالوعد الذي قطعه أخوك. أكرر لك أني لن أطلب شيئا خاصا بي سيدتي. الأمر يتعلق بابنتي سيدة لويزا، وأخوك قد وعدني بأنه سوف. أدلميرا، أخي مات بمزيد من الأسى. إسكيال الآن ميت ومدفون. إن كان قد وعدك بشيء فلا يعنيني، في كل الأحوال هو وعدك وليس أنا. من أجل ابنتي. ابنتك يجب أن تشكر الله لأنني لم أطردها من هنا في ذلك اليوم عندما جئت إلينا وأنت حامل. بقيت والفضل يعود لإسكيال، لكن وجودك الآن في هذا البيت مع ابنتك هو بفضلي أنا، لا تنسي. لا سيدتي، أنا لا أنسى شيئا، أنا دائما عرفت مكانتي هنا، وخدمت هذه العائلة بكل أمانة واحترام، وإذا أخطأت في وقت من الأوقات وحمل فأنت تعرفين أكثر من غيرك أن الذنب ليس ذنبي، بل ذنب الذي. كفى أدلميرا، ليس لدي وقت لأسمعك تعيدين الماضي. وأنا أيضا لا أريد أن أتذكر أشياء تؤلمني وأيضا تعذبني، وإذا كانت سعادة ابنتي ستكلفني كثيرا فأنا سأدفع ما يتوجب سيدتي. قد يكون ثمن هذه السعادة ليس باهظا.
أنت تعرفين أكثر من غيرك أن لا شيء مجاني في الحياة، كل شيء له سعره. لهذا سأعرض عليك اتفاقا، أنا أدفع لابنتك مصاريف دراستها، بالمقابل أنت تظهرين لي القليل من الامتنان. وكيف يمكنني إظهار ذلك؟ بمساعدتي على إخراج غوادالوب سانتوس من هذا المنزل. أنت الصديقة الوحيدة لها هنا، لهذا أنت قادرة على إقناعها بأن ترحل. لا يمكن أن تطلبي مني ذلك أرجوك. لكنني أطلبه إدلميرا، ابنتك تستطيع أن تتعلم في الكوليدج. في اليوم الذي تترك غوادالوب سانتوس هذا المنزل، هذه ستكون خيانة من جهتي. سيدة لويزا، أنت قلت إنك تفعلين أي شيء من أجل سعادة ابنتك، والآن أنا أطلب منك القليل. غوادالوب هي ابنة السيد إسيكيال، وهي أيضا قريبتك. بالنسبة لي هي ثمرة لتلك العلاقة المعيبة بين أخي والهندية. جولي كانت صديقتي المفضلة، ولا أستطيع خيانة ذكرها بمعاملة السيئة لابنتها. حسن، كما تريدين، أنا أفهم إدلميرا، وأعرف أن فيوليتا ستتفهم أيضا، فقد يكون السعر الذي أعرضه ليس باهظا بالنسبة لها. إلى أين؟ سأتنزه بالسيارة. عودي إلى غرفتك واخلعي هذا الثوب. ماما، قلت سأخرج. قلت لك لا، وخصوصا بدون ثياب حداد ديانا. ماذا سيقول الناس إن رأوك هكذا؟ أنت تخفين الواقع بهذه الملابس السوداء. قلت لكم أريد حدادا تقليديا. علي أن أذهب. ديانا، اتركيني أخرج وإلا سأصبح مجنونة. ديانا، ديانا، ديانا. لديها سر تخبئه عني. ذهبت ديانا. سمحت لها وأنا لا. اسكتي دانييلا. تحبين من يتحداك. اسكتي دانييلا. انظري، كله بسبب تنورة القصيرة. أنت هنا تلبسين أقصر منها. انظري هذه الصورة القديمة، مزقتها. اتركيني، اذهبي. بالطبع، معي أنت مستبدة. أنا الوحيدة التي يجب أن تتحمل هذا الحداد وهذا السجن، بينما قريبتك تلك تخرج للتنزه مع أليخاندرو وبكل هدوء. ألفريدو حبيبي. أخفتني. تأخرت حبيبتي، لماذا؟ كالعادة نقاش مع ماما. لقد أخفتني، لكن هذا لا يهمني. كنت متشوقة لرؤيتك ولأكون معك. هل تتذكر أبال؟ تتذكر عندما ربحت هذه الميدالية؟ تلك المباراة كانت شاقة، في النهاية ربح بفضلك أنت، باندفاعك ومهارتك. دائما كنت من شجعان سامبرانو، لهذا كنت دائما فخورة بك. كنت الأفضل في كل شيء، في الرياضة، في دروسك الجامعية. كنت الأول في كل المجالات.
وكنت أعد لك مستقبلا باهر. أنطونيو مهتم كثيرا بتلك الشابة وأنا متشوقة لمعرفتها. لا أعرف لماذا، ليس لديها أي شيء مميز، إنها إنسانة عادية، إنها من العامة، لا شيء أكثر. لكنها جميلة وعرجاء. غير مهم لويزا، بالعكس هذه العاهة تجعلها تبدو أكثر رقة. غوادالوبي هي فتاة طيبة ورقيقة، ما ينقصها هو رجل يحميها هذا كل شيء. إنها تشبه الكلب الجائع أو أحد تلك الحيوانات الشاردة التي تثير الشفقة. أستأذن، كل شيء جاهز في المكتب سيدتي. كيف حالك ألفريدو؟ جيد جدا، مساء الخير. مساء الخير. نفذت كل الإجراءات التي طلبتها. ألن تبقى للعشاء معنا ألفريدو؟ لا شكرا، لدي عمل طارئ قبل أن أذهب إلى بيتي. واضح، وأتصور أن لا وقت لديك لتحل مشاكلك. لويزا تحتكرك للعمل وغالبا ما تنسى أن الناس لهم حياتهم الشخصية. كارلوس من فضلك أعذريني، كان مزاحا فقط. أشكرك وأذكرك بأن هذا المزاح لا طعم له. ما الذي وصل؟ هل هي قريبتك؟ شكرا ألفريدو، كل شيء جاهز وأنتظرك غدا. أستأذن ومساء الخير. وصولي متأخرة. أين كنت؟ في بيت صديقتك تشيتا. تعالي غوادالوبي تعالي، أريد أن أعرفك على زوجتي. كيف حالك؟ كنت أتشوق جدا لمعرفتك. وأنا أيضا سيدتي، زوجك وابنك كانا ودودين جدا معي. بعد السلام غوادالوبي، انصرفي إلى غرفتك. لكن عمتي. اصعدي الآن بالذات. عذرا. أصابك شيء؟ لا شيء، أعذرني. ما بك غوادالوبي؟ تشعرين بشيء؟ لا لا، فقط أنا قلت لك أن تصعدي إلى غرفتك غوادالوبي، اصعدي الآن حالا. نعم عمتي، عذرا. أنا سأنسحب، تصبحون على خير. وأنت بخير ألفريدو. أقدم العشاء سيدتي؟ أجل فيوليتا، ولا تضعي لي صحنا لأنني لن أتعشى. من فضلك لويزا حبيبتي. أشكرك، وفر نصائحك بالنسبة للطعام كارلوس، لن أكل، ونقطة على السطر. قدمي للآخرين. حاضر سيدتي. لويزا، لماذا صرفت غوادالوبي إلى غرفتها باكرا؟ كنت تستطيعين أبقائها. كنت متشوقة لأتعرف عليها. وتعرفت عليها صحيح، لكن إنها مسألة التربية أنجيلا. طبعا، وأنت لديك طريقة مميزة في أعطاء الأوامر في هذا البيت، وخصوصا لغوادالوبي. أنت تستمر بالدفاع عنها، لكن لا تنتبه أنها بوجهها الوديع تريد أن تتصرف على هواها.
اليوم تجرأت على خرق قوانين وعادات هذا البيت. عن أي عادات تتكلمين لويزا؟ أي عادات؟ عن الحداد يا أنطونيو. هل نسيت أننا في هذا البيت ما زلنا في حداد؟ لا أحد يستطيع الخروج للهو، وهي لم تطعني، ذهبت للتنزه وانظر متى عادت. من يعرف أين كانت في الحقيقة، وأيضا ماذا كانت تفعل؟ قبلته لم يكن حقيقة، كان كذبا، لكن في خيالي أنا قبلته. كم تكون فرحتي كبيرة لو قبلته في الواقع أمام الكل. تتصورين ماما كيف كانت ردة فعلهم؟ كانوا مندهشين. هو تصوري أني ضممته وقبلته، أعطيته قبلة على فمه. ماذا كان سيفعل؟ ماذا كان سيقول؟ هل كان سيظن أنني فعلا مجنونة؟ والحقيقة أنني مجنونة قليلا ماما، انظري كيف أنني مغرمة بشخص مثلي، وكيف أتكلم وحدي وأتخيل أشياء، حتى أني أراه كل ليلة في أحلامي. لو أنني استطعت البقاء معه تحت في الصالة لأحدق به طويلا. ماذا تفعل؟ لا شيء، أرسم. إنها رسمة أولية لفكرة خطرت على بالي. وماذا يفترض أن يكون هذا؟ إنه تصميم لمسرحية موسيقية. هنا يجلس الموسيقيون فوق هذه المنصة، ونستطيع أن نضع ديكورا متحركا بحيث يتخذ عدة أشكال. لماذا لا تترك هذه الخزعبلات وتأتي معي؟ ما رأيك؟ إلى أين؟ لاستحاب بعض الفتيات، وبعدها نذهب معهن في نزهة. لا جوني، لا، أنا أعرف مكانا جديدا حيث توجد راقصات بارعات من أولئك اللواتي، أنت تعرف، وعندما يبدأنا بالرقص، ماذا؟ أعجبتك الفكرة؟ لا لا، بعد موت خالي لا أستطيع فعل ذلك. لكن ما علاقة الرقص بالأموات؟ على العكس، هذا يساعد، يشعرك بإحساس مختلف، وما يهم هو أن لا نغرق في الأحزان. جوني أرجوك اسمعني، كما أقول لك، عندما نغادر هذه الدنيا ينتهي كل شيء، علينا أن نستمتع بالحياة، فأنت الخاسر. ولماذا؟ لأنك شاب ووسيم وتملك مالا كثيرا، لو كنت مكانك ما همني. طبعا لا تعرف قيمة الأشياء، ببساطة أنت تملك الفرص. لو أملك المال الذي تملكه لكنت رأيت الفتيات أمامي صفوفا، واحدة لكل يوم دون عطلة حتى الويكند. لكن هذا لا يغريني. وما الذي يغريك؟ هذا، أنا أستمتع هكذا. أنت غريب الأطوار، أين نستطيع العثور على شاب مثلك؟ صحيح، أنا مختلف، ربما مرده إلى التربية في المدرسة العسكرية. في مدرسة عسكرية؟ لم أعرف هذا، ومتى ذلك؟ كنت في 12، دخلت المعهد و... وماذا؟
هل تحب الأسلحة والقاذفات؟ لا، لكن أخي أبيل بلا، لهذا سجلتنا أمي في معهد عسكري. كانت تحلم بأن ترانا جنرالات. أمضيت 4 سنوات حسنا، وبعد ذلك تابعت دروسي في مدرسة أخرى عادية. قل لي، والبذلة؟ هذا أمر رائع، إن النساء تجن بالبذلات العسكرية. لديك واحدة؟ أجل، لكن لا أظن أنها مناسبة، إنها صغيرة جدا. إن كانت لا تناسبك فلا تناسبني، كنت سأستعيرها منك. ترى كيف أبدو بالبذلة العسكرية؟ حسنا، مظهرك لا بأس به. ببذلة عسكرية كم كنت سأحظى بنساء جميلات في حياتي، فأنا بثياب سائق أثير جنونهن. ماذا حصل لك في المدرسة؟ لما لم تتابع؟ لم أستطع تحمله، نظام قاسٍ. أجل، التمارين، التدريب، سمعت شيئا عن قساوته. ليس بالنسبة للجميع، أنا بالعكس، أنا أمارس التمارين كل صباح، كل يوم أمارس رفع الأثقال. صدري قاسٍ جدا، انظر، ألمس. أنا قاسٍ جدا، والنساء يعجبن بالعضلات. أوكي بيب، تأتي معي أم لا؟ لا لا جوني، لا لا، الوقت متأخر، لما لا نبقى هنا ونكمل حديثنا؟ أعتقد أنك غريب الأطوار، عليك أن تتعلم مني بعض الأشياء، أنا بارع في كل شيء. أتعلم ماذا؟ ما يلزم كي تنطلق يا رجل، سوف ترى. المهم في هذه الحياة أن أتمتع بها، وأنا أستاذ في كل شيء، كل شيء. يظن نفسه لا يقاوم مع النساء، لكن أقول لك إن هذا لن يدوم طويلا لزوجي، لأنني بالعلاج الذي سأتبعه سأضعه في مكانه. من فضلك أختي، تعرفين أن سيرجيو لن يتغير. سوف ترين، سوف ترين، سيعود كما كان عندما كنا معا جنبا إلى جنب سوية. كنا ندعم بعضنا في الواقع. لكن ظننت أن أمر سيرجيو والأشياء التي يقوم بها لم تزعجك. لقد تجاوز حدوده، لم يعد شيء يردعه. أنت تعرفين أنه يبالغ قليلا، إنه يعطي مثلا في غاية السوء لتيتون. أليسيا، دعيه دعيه، علينا تربية الذكور على هذا النحو لأنهم سيغدون رجالا. لا تقولي ذلك صديقتي، فأنا لدي الأمل في أن تيتون سيغرم بدانييلا، إنهما ثنائي رائع. لا لا، انسي ذلك، دانييلا ستتزوج من سياسي، فعائلة سامبرانو بحاجة إلى دعم من أشخاص في الحكم. أرجوك لويزا، لا تستطيعين برمجة حياة أولادك. طبعا أستطيع وسأفعل، فهم لا يعرفون ماذا يناسبهم، ولا أحد منهم ورث نظرتي في الأعمال وقدرتي وقبضة آل سامبرانو. الوحيد الذي كان يشبهني كان أبال، وهو ليس معي. هيا، صدها صدها. اضرب اضرب، واجه الضربة.
لا ألفريدو، ما بك؟ انهض. ما بك؟ التكواندو هو علم نطبقه لندافع عن أنفسنا. لا تسمح للعنف أن يفقدك عقلك. ما بك؟ هذه اللعبة هي للدفاع عن النفس، لا لقتل العالم. أوس، أذني إذا أردت نستطيع المتابعة. لا، لن نتابع. هذا يكفي لليوم، فأنخل لا يستطيع المتابعة. اذهب واستحمل الآن، سنتابع في يوم آخر. كم أود أن تعرف هاتان اليدان المداعبة، أن تستطيع إعطاء الحب والعاطفة، لكن لا، الأستاذ على صواب، هاتان اليدان لا تعرفان سوى العنف، يبدو أنهما خلقتا للأذية، للقتل، للقتل، للقتل. يداه دانييلا، يداه كبيرتان وقويتان، يداه تمسكان بي بقوة. لا يهمني إن أذاني أو حتى قتلني، طالما أني بين ذراعيه. هو يحبني بجنون هكذا حتى أموت من السعادة. ديانا، كيف تقولين هذه الأشياء؟ لأنها الحقيقة. هذا هو الحب، إنه مزيج من الفرح والألم. ظننت عكس ذلك، أنه شيء أجمل، أكثر رومانسية. أنت تتكلمين هكذا وكأنك تحبين العذاب وكأنه شيء ممتع. ربما هو كذلك، الأمر يختلف حسب الأشخاص. أنت مجنونة ديانا. صح، مجنونة، لكن مجنونة بحب ذلك الرجل. أجن لأشعر من جديد بالأحاسيس التي أيقظها فيه، تلك الأحاسيس الممنوعة التي تملأ جسدي بتلك الرعشات. وأشعر بالقشعريرة عندما أسمع صوتها وهو يهمس في أذني ويطلب مني أشياء كنت أخجل من سماعها. دانييلا، لم أفكر يوما بأنني قد أصل إلى هذا الحد. ماذا؟ الحقيقة أني عندما أسمعك أخاف أن أقع في الحب. انتظري حتى تقعي، فأنت لم تعيشي حتى نصف حياتك. إنك أشبه بالأفلام بالأسود والأبيض، بينما أنا أشبه فيلما بالألوان البراقة، بألوان الحياة التي لا تكف عن الحركة والتي تشعرك بالسعادة. الحب هو أثمن شيء تستطيعين الحصول عليه. هذا أنت؟ بمن كنت تفكر؟ لا، لا تقل لي كنت تفكر بي، صحيح؟ بيرلا، من تظنين نفسك؟ المرأة التي تحب. لست مستعدا لأستمع إلى وقاحتك. لا، أرجوك لا تذهب، لا أستطيع حتى المزاحة معك. جلبت لك هدية
اليوم اشتريت الهدايا لكل أفراد العائلة ومن غير المسموح أن تحرم. ألن تقبل هديتي؟ لكن شكرا. ألن تفتح العلبة؟ هيا افتحها، لا تخف، لن يعضك ما فيها. الرسائل التي كتبتها لي أذكر أهديك إياها لأني لست بحاجة إليها. قرأتها عدة مرات، حفظتها عن ظهر قلب. كل كلمة كل حرف كل وعد حب. أحببتني إخوان بابلو، وما زال عندك الشعور نفسه نحوي. لا بير، لا تفهمين، إذن اشرح لي، اشرح لي أنك لم تعد تحبني. أني لم أعد أعجبك.